السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم ضمن سلسلة Climate Change Analysis اللي هي Temporal Variation of Annual Runoff، اللي هو شو راح نسوي التغير الزمني للتصريف السنوي أو أني يعني أي تصريف جريان سطحي. أول شيء راح ناخذ المدة المحددة وناخذ فد Hydrological Station عندي موجود على طول منطقة الدراسة. هسه راح اوضح لكم، انا عندي على طول منطقة الدراسة 3 محطات حاولت، لان انا منطقة الدراسة الخاصة بي يعني ما متخصصة يعني فقط في بلدي وانما تكون انترناشونال، فحصلت 3 محطات تقريبا حتى نقدر نشوف التغاير اللي يصير خلال الحوض كله. عندي هاي محطة يسمونها بيرجيك ستيشن وجرابلس ستيشن وحصيبة ستيشن. تمام، البراميتر اللي عندي هو الرانوف، التسجيلات اللي عندي من سنة 1980 إلى 2020. تمام، هاي 1,000,000 متر مكعب. هسا أنا شنو أريد؟ طبعا بالمناسبة يعني التغيرات الخاصة بالرانوف اللي ضمن حتى أسوي الهرجريشن وغيرها عدة بارامترات. أول شيء لازم أحللها سبيشل وأحللها تمبورال فاريشن. فهسا عندنا أول تحليل الخاص بالرانوف، إحنا راح ناخذ أنوال رانوف، فالخاص بين اللي راح يكون temporal variation of annual runoff. شلون اسوي؟ اول شيء تحدد السنوات، انا دا قايلة هنا for 14 years variation of runoff اللي البريود مالته من 1980 ل 2020 لنهر حوض الفرات، يشير الى انه هنا صار عنده تباين من الندرة، من الوفرة الى الندرة، كما راح ابين لكم اياها بهذا الشكل. الرانوف عندي 3 hydrological station. لازم بالمناسبة من تتكلم عن الهيدرولوجيكال ستيشن لازم انت شاير الها بالرسم هنا، يكون تشير الها. هسه انا شايرة الى وحدة، فالمفروض اضيف البقية هنا بالرسم الاصلي، مو ضفت انت المترولوجيكال داتا وضفت يعني الوذر داتا او المترولوجيكال داتا، لازم تضيف الهيدرولوجيكال ستيشن. تمام، لان انت عندك مترولوجيكال ستيشن فلازم الهيدرولوجيكال ستيشن نضيفهن، كم وحده عندك، وكذلك لازم هنا نضيفهن حتى تبين الجيوغرافيك لوكيشن الهن. هنا من سويت جدول الخاص بالسب بيزن، ما له علاقه هذا، هذا يحكي عن المترولوجيكال داتا. ايضا تقدر تضيف الهيدرولوجيكال ستيشن، تسوي لها تيبل وتضيفه. انا سويت تيبل هنا حتى تكون انت تشوفه. هنا هذا عندي 3 محطات، سميتها هنا اني الرانوف الفاريشن اوف رانوف، فعد 2 هذا الهيدرولوجيكال ستيشن لوكيشن، عندي البيرجيك ستيشن وجرابلس ستيشن وحصيبه ستيشن، فهذا اللاتيتيود الخاص بين واللانجيتيود يعني وكانه موقع جغرافي الخاص بين، بس هنا انا بدك اياهم بالديزمال ديجري. تمام، فهاي المفروض انت شو تسوي؟ تحفظهن، تقولهن سيف از، بعد ما سيفت سيف اس تروح تحفظه كتاب ديميليتد وتفتح الارك جي اي اس، وبعد ما تحفظ هذا التكست تختار تكست تاب ديميليتد. اوكي، هسه هذا تروح تفتح الارك جي اي اس، ورا ما تفتحه تعرف شلون تدخلها، ترجع على فيديوهاتي الخاصة ضمن مجموعة أو سلسلة الجي اي اس شلون أوضح المترولوجيكال ستيشن بالضبط نفسه أضيف الهيدرولوجيكال ستيشن، أو أسوي لكم فيديو بسيط إن شاء الله. فهسه نجي، أنا عندي 3 محطات سيف، عندي 3 محطات، هاي المحطات بيه الأنوال رانوف، شلون راح أجي أسوي لي الفاريشن؟ حتى ليش أنا أريد أبين هنا، اريد ابين ايش قد مقدار النقص اللي يصير، يعني الترند انوال وين انوال الاعتيادي هذا هنا، حتى اشوف ايش قد مقدار النقص هذا الرانوف، ايش قد يصير بي ديكلاين، يصير بي انكريز، ايش قد الريت مالته النسب. تمام، فهاي لكل استئان عندي 3 ستيشنات راح يصيرون، فاروح على الارك على الاكسل. فهسه شنو عندي مباشرة؟ اريد ارسم، فاختار المحددين اللي هو هذا زائد هذا. تمام، اختاريتهم هذا زائد هذا، انطي اروح للانسيرت، انطي اي رسم نو بروبلم، يعني هسه هناي اختار مثل هذا الرسم، حددت هذا الرسم اللي عندي. هسه ورا ما حددته اروح اغير هذا الاكسل، هناي غيرته، اروح
من أنا أقول له كوك شارت، تختار هذا الخيار مثلا، أو تختار أي خيار، أكو خيارات يعني تخلي لك مثل ما نقول قيمة الار سكوير حتى تضمن لك الترند وين ده يصير. فهذا هو الخيار ضمن الكوك لاي اوت، تختار اي خيار بي ار سكوير. اكو هنا عندك خيارات عديدة، لكن اكو واحد هذا هنا موجود بمقدار الار سكوير. مجرد ما اضغطه هذا المربع يرفع للاعلى. هسه هنا هاي المن رسمها للبروجيك ستيشن، تمام عيني؟ هذا بين من بين قيمها الانوال وبين الزمن او التايم سكيل. فهذا الار سكوير الخاص به، هذا البروجيك ستيشن، هذا اللينير تقدر تغير اسمه تسميه. هذا هنا هذا الخط. هسه هنا مو كانه اقول له سلك داتا او اوديت داتا نو بروبلم. هذا هنا هذا بروجيك ستيشن، تمام؟ اقدر اقول له اديت، اسوي له تعديل. هذا بالمناسبة هنا هذا هو هذا البروجيك ستيشن وهذا اللينير. فتقدر تعدل اللينير نو بروبلم، تخلي تسمي ترند لاين. فهذا هو الرسم عندك الاعتيادي او النورمال. تقدر على اساسه هسه شلون احدد نسبة النزول، شلون اقول مثلا صار نزول مثلا ديكلاين 0.0 كذا بالمية عن الخط هذا، شلون احدد نسبة التشينج الموجودة. تحديد نسبة التشينج هاي النسبة شلون احددها، انه هنا ايش قد صار عندي نزول ديكلاين بالنسبة للخط المين، هذا الخط الاصلي. هسه راح نجي نوضحها. فهنا مثل ما تلاحظ انطاني مقدار، اقدر اطلع عن طريق مقدار السلوب اللي خاص باللينير لاين اللي هو يمثل لي نفس الديكلاين او الانخفاض اللي يصير بالديسشارج، تمام؟ خلال هذه المحطات لكل محطة معينة، هاي المحطة ايش قد صار بيها والمحطة الثانية والمحطة الثالثة. هسه نجي ارسم اكمل رسومات المحطات البقية. هاي المحطات مجرد يكون لها عرض بسيط مثل هذا العرض هنا، مثل ما تلاحظون هسه راح هذا العرض هنا، هذا العرض هذا هنا تكتب عليه الرنوف، وهنا المحطة اللي خاصة بك هاي محطة، فتبين هنا التايم بالير، وهذا الرسم الاعتيادي راح يكون بها، وهنا السنوات. فهسه شو نسوي اول خطوة بس حتى ننتبه على هذا الموضوع، انه هاي دائما حتى يكون الرسم واضح ترفع هاي الخطوة الداخليات مثل ما نسميهن احنا الاوت لاين، هذا كسوليد لاين فنكتب لون نو لاين، وكذلك اللاينات البقية هنا ايضا نو لاين. فهسه نرجع على شغلة ثانية، هاي هي هاي البروجكت ستيشن ننتبه عليها، هاي الخاص بها وهذا اللينير. هاي لكل محطة راح نكمل الرسم هالشكل. هنا يصير الرنوف قيمته مثل ما هذا هنا واضح رنوف شنو هو، ايضا يصير 10 أس كذا متر مكعب، دائما احنا ناخذ 10 أس 9 لان احنا مليون متر مكعب، فشكد قيمته موجودة هو اللي راح نمثله. وهنا الاكس اكسس ما يعني يمثل لك هو التايم بالير، فتقدر تغير هاي مباشرة هنا يصير تي كابيتال يير. فهاي اول خطوة ان شاء الله، كذلك تكمل الرسوم المحطتين الباقيات. فاول حالة ضمن التغيرات او الانوال رانوف هو تجد انت التمبورال فاريشن اوف انوال رانوف، حتى تعرف لان هذا الديكريس اللي خاص بالجريان السطحي راح يأثر لك مباشرة على مثلا يعني الاقتصاد الكامل اللي يتحكم به هذا حوض نهر الفرات او اي يعني اي حوض نهري انت دا تدرس عليه. فاول شيء تسوي التغير الزماني، بعدين راح اتعلمكم على الفيديو الثاني ان شاء الله التغير المكاني. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون بالمناسبة هذا التشينج تقدرون ايضا تطلعونه عن طريق برنامج الاكسلتس بسهولة، يعني هذا البرنامج تختاره تروح على الادفانس فيتشرز، تروح على المان كاندل تاو تيست، بعد ما تضغط عليه راح ينطيك مقدار السلوب لكل وحدة، واذا انطاك اياها بالسالب معناها يصير عندك ديكريزنج. هذا اهم فقرة لازم احنا ننتبه عليها. التقيكم ان شاء الله بالفيديوهات القادمة الخاصة بالسبيشل. الفيديو القادم راح نتكلم عن السبيشل فاريشن
بعد ما تكلمنا بهذه المحاضرة عن التمبورال variation of runoff أيا كان annual, monthly, daily. إن شاء الله دمتم بأمان الله وحفظه.